الشعب التونسي الثقه اللي تلفها عندها الشعب التونسي اللي رغم التشويه عطوني ما بتعرفوا وين العباد جات وعطتني ثقه وخلتني نتعدى للدور الثاني للرئاسيه وخلتنا نولي الكتله الثانيه في البرلمان. أنا كنت نتمنى أنه الانتخابات تتوخر بأسبوع باش الشعب التونسي ينجم يرى حملة على خاطر انتخابات ماهوش عباد تمشي تقترع ويزوم الانتخابات لازم الشعب يشوف ويقارن وينجم يختار. Come on.